حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا مشوارنا الصباحي مستمر لهذا اليوم. طبعا اليوم يعني راح يكون محور حلقتنا لهذا اليوم مع الضيف الثاني اللي نورنا داخل الاستوديو الاستاذ مثنى الهنداوي باحث اثار قديمه. طبعا اليوم راح نروح بالحضارات القديمه وايضا على مر العصور وايضا الاثار القيمه اللي احنا نعتبرها وايضا يعني كل هذه التفاصيل راح نتناولها. حياك الله نورتنا اليوم. حياكم الله واشكر قناتكم الكريمه واشكركم واحييكم واحيي المشاهدين. حياك الله نورتنا. اهلا وسهلا بك، واحنا نتشرف اولا بوجودك داخل الاستوديو. انت صراحه اضافه جدا مميزه وجدا جميله للبرنامج، احتوائك على كميه جدا كبيره من المعلومات اللي ان شاء الله من خلالك راح نتعرف ايضا على طبيعه المعتقدات الدينيه في الحضارات القديمه وطبيعه تاثيرها يعني باستمراريه الوقت وعبر العصور. يعني نريد نتعرف على طبيعه المعتقدات الدينيه سابقا، خصوصا المعتقدات في الحضارات العراقيه. تعرف ان العراق هو بلد الحضارات وهو البلد الاول في الحضارات. نريد نتعرف على معتقدات سابقا. طبعا المعتقدات الدينيه بدات في العراق القديم ومثلها حاله حال اي حضاره قديمه. المعتقدات مرتبطه بالاساس من اول وجود الانسان. دائما كان الانسان يحاول يفسر الظواهر الطبيعيه أن يوجد لها مبرر، يعني أحيانا يشوف المطر يخاف من عند البرق الرعد، فدائما يحاول يفسرها بشكل ديني ويتعبد لها من أجل أن يتقي شرها وأن يكسبها إلى جانبه ويطوعها. فمن ذلك الوقت، يعني من أيام السكن بالإنسان في العصور الحجرية، بدأت الاهتمام، يعني اهتمام الديني أو المعتقدات الدينية منذ ذلك الوقت. نشاهد أنه بالعراق في كردستان العراق في كهف شانيدار وشانيدار بدأت أول معتقدات دينية تظهر. يتمثل هذا في مثال، لاحظوا أنه رالف سوليكي في الستينات عندما نقب في هذا الكهف المشهور وجد إنسان مدفون من نوعية النياندرتالي، يعود تقريبا إلى 75,000 عام تقريبا. وجدوا مدفون محاط بصخور بشكل دائري ومدفون بشكل الجنين أو القرفصاء، كأنما ولادة جديدة، يدل على فكرة حياة ما بعد الموت. المهم أنه وجدوا شيء خطير معه، وجدوا بقايا بذور حللتها مدام أرلوت لورا غوران، فاكتشفت أنه كان إكليل من الورد تم وضعه على القبر. فهذا معنى أنه فكرة تقديس الميت وإعطاء أهمية واحترامه حتى وإن كان معوق دفن في طريقة محترمة جدا. هذه دلالة أنه كان هناك أيضا معتقدات دينية. اليوم لا تزال هذه العادة موجودة مو فقط في العراق، موجودة في العالم. عندما نضع إكليل من الورد على قبر الجندي المجهول أو رئيس دولة عندما نزوره، مثلا كأن يكون مؤسس أو رمز وطني، دائما الضيف يضع إكليل. وحتى يعني مثلا بزيارة الأقارب وزيارة الأصدقاء المتوفين، اليوم حتى نلاحظ هذه ظاهرة الورد أنه يعني موجودة إلى هذا الوقت. يعني صحيح. حتى تعتبر من الأشياء اللي يعني من المفترض أن نسويها، لأنه باعتبارها هذه الأشياء من الحضارة أعتبرها مثل الكونتاكت اللي تكون بيناتنا وبين الحضارة، أعتبرها يعني تاتش حقيقي بيناتنا. صحيح، هو الدل على أنه تقدير للشخص المقابل ومحبة لهذا الشخص. حتى وإن كان يعني للأسف اليوم إحنا في العصر الحاضر قد نشوف حتى المعوق ما نتعامل معه بشكل إنساني في بعض الحالات منعمل. حلو. لكن في ذلك الوقت عندهم كان هذا الفكر. فلاحظ كيف أنه نشأت الحضارة بالضبط في ذلك الوقت وكيف أنتجوا وأبدعوا، لأن بدأت القيم هي الموجودة واللي هاي لازم نرجع لها. نحن للأسف ما نعرف الكثير عن حضارتنا، دائما نذكر أنه إحنا بلدنا بلد قديم وعريق ونملك تراث وثقافة، لكن ما مسلط الأضواء. بالضبط، يعني مع الأسف اليوم مثل ما ذكرت حضرتك اليوم، ما هي المعتقدات وأيضا الحضارات بدأت بداية بأقليم كردستان. نعم. وأيضا ذكرت بكهف وأيضا الميت اللي لقوه، وأيضا بالتالي أخذوا هذه التفاصيل وحللوها، بالتالي وصلوا لنتيجة. فاليوم صار الموضوع يمكن كثير من الناس صارت على هذا المعتقد أو على هذا الطريق. طيب يعني اليوم ما شاء الله احنا عندنا
كثير من المعتقدات وايضا حتى الديانات. كل ديانه اليوم عندها فد طقوس معينه او فد عندها فد شغلات معينه بها. اليوم نريد نتعرف عليها كلها من خلالك. نعم، احنا اليوم يعني الديانات، احنا بلد كان العراق القديم يمتاز بكثرة الآلهة والديانات وتعايشها مع بعض، وأيضا مجتمع كان متعدد، سومريين وأكاديين اللي منهم البابليين والأشوريين اللي هم الأكاديين، عندنا الآراميين لاحقا، عندنا الحوريين في كردستان، العراق السوباريين، هذه كلها حضارات تعايشت، وأي خلاف كان بيناتهم ما موجود من ناحية عنصرية، فقط كان خلاف من أجل السياسة أو الثروات، ونلاقيهم حتى بعد حتى أثناء الحروب ممكن يتعايشون. الحرب قد تكون لها جانب سيء، لكن من خلافها تنتقل أيضا ثقافات. راح أعطي مثال، الآشوريين على سبيل المثال يذكرون مدينة دمشق، ربما تعبير أنه قد يصور يعني أول من يسمع أنه هو انتقاص، بس هو مو انتقاص، يسموها شائ ميريشو، أي ذات الحمير أو مدينة شائ ميريشو، إيميريشو الحمير، يعني ذات الحمير أو مدينة الحمير. نعم. الحمير كانت تستخدم في التجارة ونقل البضائع، هذه أهميتها، أهمية تجارية، فهذا يدل على أنه هاي صفة لهذه المدينة أو لقب أخذته للدلالة على التجارة. ونلاحظ أنه الآشوريين كانوا دائما حريصين على السيطرة عليها حتى يكون العائد التجاري والاقتصادي سبب في رخائهم. أيضا الملك إسرحدون قاتل الميديين، ويقول أنه سيطر على جبل دمافند اللي الآن طهران العاصمة الإيرانية تقع عليها، سمى جبل باكني، أي جبل اللازورد اللي هو زاجن في السومري أو أوقنو أو أوقني في الأكادية. نعم. هذا الطريق كان يذهب إلى أفغانستان فيجلبون من اللازورد. نعم. اللازورد مادة مهمة في الدخول في المعابد وفي الحلي وفي غيره. فنلاحظ أنه كان كل الاهتمام ذاك الوقت متركز على الاقتصاد. حلو. حتى يعني كل هذه الحروب بدنا نشوفها. نعم. هي عبارة عن عامل اقتصادي من أجل الاقتصاد. نعم. نعم. بما أنت تكلمت عن الاقتصاد، يعني نعرف أنه كل ديانة أو كل آلهة يعني كان لها كمية محددة من الاقتصاد أو اهتمام معين من الاقتصاد الخاص بها. يعني نريد نتعرف على هذا الشيء من خلالك، أنه طبيعة اهتمام كل ديانة باقتصادها المعين وكيف تهتم به وتهتم بهذا الاقتصاد، لأنه الصراحة من استمرارية وديمومة هذه الديانة هو أن تهتم باقتصادها حتى ترفع من شأنها. صحيح. وطبعا كانت أول ما بدأت الديانة كان يعني في البداية السياسة مرتبطة فيها، يعني الإين اللي هو الكاهن كان هو الملك وهو الكاهن، وكانت دويلات مدن سومرية، كل مدينة لها إلهها ولها نظامها وجيشها ولها مزارعها، ومزارع تعود للإله واقتصاد يدعم جيشها ويدعم، بس هذه كلها مرتبطة ارتباط يعني بإله واحد، بإله واحد، وعنده طبعا عائلة الإله مثل البشر، مبدأ التشبيه هذا يعني يشبه البشر لكن خالد وعنده إمكانيات خارقة. فبعدين كل ما تطور الزمن نشوف السلطة، الملك أصبح سلطة تنفصل عن الكاهن، واحد يدعم الله لكن تبدأ تستقل. سيرجون الأكدي مثلا عزل السياسة عن الدين مع احترام الدين طبعا، لكن اعتبر داعم إلى، لكن جعل مؤسسات الدولة تعمل ومؤسسات الدينية والمعابد إلها اهتمامها الخاص. حمورابي عمل قانون أنه كيفية إدارة المعابد وإلها عبيدها وإلها المزارعين وإلها العاملين الكهنة، حتى عقوبات على بعض الكهنة والكاهنات يمنع عنهم الزواج. نعم. بعضهم يؤدي إذا تزوج إلى الحرق. نعم صدقتهم. يعني من خلال اطلاعي على بعض الكتب التاريخية، نعم، يعني صراحة اكتشفت أنه طبيعة الدينية وطبيعة الآلهة تكون في العراق وفي مصر تقريبا متشابهة أو متقاربة من بعضها البعض. إلى ماذا يعود السبب؟ طبعا السبب يعود إلى محاولة تمثيل الطبيعة، وأحيانا تنتقل تأثيرات من خلال العلاقات التجارية أو الاقتصادية بين الملوك. مثلا نجد في مصر إله الشمس رع، ولاحقا أيضا يظهر حورس يعني كيعطى أيضا
يعني مكانة كبيرة، هو معروف لكن مكانته تكون ساحقا أكبر. نلاحظ في العراق شمش عند الأكاديين إلى شمس وأوتو عند السومريين. هنا أحيانا التجارة أو العلاقات الاقتصادية تنقل عبادات. أعطي مثال، الملك الحوري بعث رسالة، كان بعث إله نينوى اللي كان يسيطرون عليها الحوريين قبل العصر الآشوري الوسيط، بعث أشتار نينوى لعلاج الملك أمنحوتب الثالث ملك مصر بعد مرضه. فهذا يدل على الانتقال العادات الدينية. نلاحظ أنه رمسيس الثاني الملك المصري القديم يعبد آلهة كنعانية مثل عناق اللي هي مدينة عانى اليوم، يعتقدون أنه اسمها مشتق من هذه الآلهة الكنعانية. حلو، جميل جدا. طيب احنا ذكرنا يعني موضوع الاقتصاد، كان يعني هو ينقل اكيد يعني كل التفاصيل اللي بالعصور القديمة وايضا المعتقدات. طيب يعني اكيد كل زمن له طقوسه الخاصه. نعم. من ناحيه الحروب اللي كانت بذاك الوقت، يعني هل كانت ايضا لها تاثير على المعتقدات او نقل معتقدات؟ نعم، يعني احيانا المعتقدات الدينيه، نشوف مثلا ملك مصري قديم يخلي مسله في بلاد الشام، نشوف ملك عراقي ايضا يضعها في بلاد الشام، او احيانا مثلا اشور بانيبال قد ما سيطر على مصر لفتره من الزمن يقول اقمت معبد لخنجر الإله آشور اللي هو كان أحد رموز الإله آشور، فيقول بنيته في مصر. هذه دلالة على أنه هو حاول ينقل تأثيرات دينية. بنفس الوقت راح نشوف تأثيرات عراقية مصرية تنتقل للعراق، مثلا قرص الشمس المجنح اللي نقل في عهد الحوريين اللي كانوا في مناطق كردستان. نعم. كان لهم علاقات مع مصر فنقلوا وانتقل للعراق لاحقا كتمثيل لرمز لإله الشمس. حلو. فهذه العلاقات هذا ما يعيب تأثير وتأثر. وهذا الآن أصبح هو العلم الآثار يركز عليه، كيف تفاعلت هذه الحضارات وكيف أثرت بعضها ببعض. يعني اليوم إحنا ما نقدر نعيش حتى في العصور القديمة. صحيح. وحتى اليوم ما نقدر نعيش إحنا معزولين. طبعاً أذرًا يعني عن المقاطعة، أنا اليوم أشوف هذا الموضوع يعني هو بحر، يومياً اكتشف شيء جديد بموضوع الآثار القديمة والمعتقدات القديمة، مثل العالم الواسع يومية أو تلقى فت شغلة بيها ممكن تضاف على كتب التاريخ أو. صح. هذه التفاصيل. شوفي يا رائدة، شوفي من الضروري يعني أو من كل كافة المؤسسات التعليمية أن تسلط الأضواء على هذه المواضيع، لأن هذه المواضيع بالتالي راح توصل أفكار البلد لباقي الشباب ولباقي الأطفال اللي راح يرفعون من قيمة هذا البلد. أكيد. طبعاً نعم. الحضارة لابد ما أن تكون متواصلة من جيل آخر، لابد ما أن تعطى مناهج مهمة لكافة الحضارة العراقية في مراحل متقدمة من أعمار الشباب في المراكز التعليمية. نعم. أستاذ، بما أن تكلمنا عن الاقتصاد، طبيعة العملية الاقتصادية والسياسية في الحضارات القديمة وفي طبيعتها، نتكلم عن طبيعة الآلهة بالفن. سابقا تعرف أنه في هذا الوقت يكون الفن منفصل دائما عن الدين، طبيعة الدين والفن سابقا كيف كانت؟ الدين الآن الفن منفصل عن الدين، لكن سابقا كان الدين مرتبط بالفن وكل يخدم الفن دائما. إذا كان فن دولة وليس فن شعبي، حتى الشعبي أحيانا يكون غرضه ديني، لكن عندما يكون الفن مرتبط بدولة أو بالدين فدائما الملك يكون على أعلى مستوى فيظهر الفن بأعلى صورة. الملك يحتاج إلى دعم الجانب الديني حتى يكون دعم شعبي إله، لأن دائما الناس تحترم الدين وتقدسه. لذلك مثلا الملك الآشوري كان يصور نفسه في حركة تعبد أمام شجرة الحياة ويشير بإيده بطريقة بهكذا، تسمى في الأكادية أوبان تارسو أو أوبان تارسي حسب الحالة الفعلية، الإيماء بالأصبع. هذه حركة دينية تعبد هدفها أنه ارتباطها مع الآلهة، هدفها أيضا تأكيد جانب الخصب في الأرض وأن يعم هذا الخصب في المملكة. طبعا الملك هو ظل الإله في الأرض وممثل حتى عن خطايا الشعب عن أمام الإله. أحيانا الكهنة يستشعرون أن هناك الإله غاضب، فواحدة من الطقوس اللي كانوا يعملوها يحلقون كل الشعر اللي موجود في جسد الملك
يوضع في إناء ويبعث ويدفن أحد من التابعين للملك يدفنه في أرض العدو. هذا شنو معناه؟ أنه كل الغضب والشرور راح يتحول في أرض العدو. لا نزال كان في التراث العراقي في بغداد وفي حتى في محافظاتنا كلها الكريمة، أنه كان هناك اعتقاد أنه الشعر الطويل يجلب الشر. فلذلك دائما كان الأهل القدماء يقولون احلق الشعر حتى تزيل الشر والشياطين. وهناك عادات أيضا أصلها قديم، يعني على سبيل المثال كانت جداتنا تقول لنا أنه الطفل خلوا تحت وساته قطعة حديد أو سكين مطوي حتى لا يتبدل. كنا نسألها شنو معنى يتبدل؟ يقول أنه هناك عفريتة أو جنية تسرق الأطفال وتوضع أطفالها بدل عنهم. لما نرجع للمعتقدات العراقية القديمة نجد عفريتة اسمها لاماشتو كانت تسرق الأطفال. فهذا المعتقد. زين شنو الربط بين يعني بهذا الموضوع؟ يعني شنو ربط أنه السكين الحديدة أنه نخليها حتى أنه كانت تريع ترى هذا مثل ما ذكرت سكان أكو بالسابق أنه كانت أكو عفريت أنه تأخذ الاعتقاد القديم. شنو السبب اللي يخليهم يخلون شيء من حديد؟ حديد المعادن دائما تكون حادة وهذا فتكون يعني نوع من إزالة الخطر أو نوع من التهديد. حتى في هذا الوقت اليوم مثلا من تصحين من النوم وتحكين الأهل أنه أنت مثلا كنتي بحلم مو زين او حلمتي حلم مو زين، يقول لك من تنامين حطي سكين تحت الوساده حتى هذا الحلم يروح. لحد الان متداول يعني هذا. نشوف اكو تقارب بين الحضارات انه حسب ما تكلمت معك استاذ مثنى انه اكو حتى كلمات متشابهه بين هذا الوقت والحضارات السابقه. نقدر نتعرف عن بعض من هذه الكلمات؟ نعم، مثلا اكو كلمات لا نزال احنا نستخدمها، مثل كلمات يعني بعضها طريف، مثل كلمه خمطه او خمطو بالأكدي معناتها سريع. السارق دائما لما يسرق يسرق بسرعة ويهرب. فأحيانا المعنى يحور الخدمة أو يتطور بالضبط، ولكن يبقى أساسا موجود في الحضارة، يعني من الحضارات القديمة إلى اليوم. كلمة مثل طخو بالأكدي لامسة احنا نقول يطخ طخ صح. كلمات أحيانا نستخدمها قشمار اللي هي النخلة، الجمار اليوم اللي داخل النخلة باطن النخلة لا يزال موجود. مثلا من الأشياء اللي نسمي النخل التمر الغير مستوي أحيانا دقل. بالآرامية القديمة دقلة النخلة. فهذا لا يزال تأثيره ولا يزال حتى في اللغة العبرية، مثلا دقل اللي هو التمر، وفي السريانية الدقل، ودجلة يسموه دقلة واللي هو إديجينا في الأكل قريبة صح يعني. وبوراتن أو بوراتن أو هو الفرات. فهاي أشياء من الموروثات أحنا لا نزال إلى اليوم موجود. كلمة ماكو صح ماكو كلمة أكدية أي بمعنى شنو؟ يعني لا يوجد، تستخدم في الألواح الاقتصادية ولحد الآن تستخدم لدلالة على أن عدم وجود الشيء، لا يوجد، وعكسها أكو اللي هي يوجد. صح. يوجد صح. فهذه كلمات احنا ما نعرف معانيها، يعني ما نصور انه هي اصلها قديمة، لكن هي لا تزال مستمرة. طبعا احنا اليوم كلهجة عراقية هي خليط من لهجة، صح هي اللغة العربية مثلا هي اللهجة السائدة، لكن اخذت كلمات آرامية، كلمات تركية، كلمات فارسية، كلمات كردية، وأيضا هناك مثلا اللغة الكردية تتميز بلهجات بالضبط. يعني مثلا هناك حتى أشياء تبقى من الحضارات القديمة. في الخمسينات وبداية الستينات كانوا ينقبون بعثات تنقب في سدوكان في موقع اسمه شمشارة. فبعد التنقيب وجدوا ألواح طينية اسم التل كان شوشارة. لاحظوا أنه الاسم القديم لا يزال متداول. فمعناتها الناس بقت ساكنة في هذا الموقع أو على الأقل بقت ثقافة الاسم مستمرة ومتداولة. ولذلك اليوم احنا وإن اختلفنا احنا نتاج ثقافات واحدة. قد ما ننتمي يعني اليوم نقول احنا عرب أو كرد أو احنا يجوز مصهورين في هذه الثقافة. واليوم احنا الثقافة كل ما تكون متنوعة تكون غنى. فنلاحظ مثلا ليش يصير تطور في منطقة، يعني اليوم نذهب مثلا في كردستان نشوف تطور صح. نسبيا عن بقية المناطق لأن فيها تنوع وتقبل للآخر. القدماء كانوا يتقبلون للآخر، فلازم نتقبل الثقافات المختلفة
حتى نتطور. طبعا يعني ممكن ما باقي لنا وقت كثير، يعني اريد تتكلم لي عن موضوع كنا نتكلم بالكواليس عن طبيعه المناخ اللي كانت موجوده يعني بالسابق، ذكرت لي اشياء جدا مميزه، ليش انه الناس تختار الاماكن اللي تكون بها تفرعات وهذه التفاصيل؟ نعم. احنا عندنا يعني نشوف المناطق الجبليه على سبيل المثال فيها متوفره الحياه، يعني نشوف المياه، نشوف الكهوف كانت مناسبه للحياه، الزراعه لاحقا عند ما كانت في العصر الحجري الحديث وغيرها، فكلها كانت جاذبة أن يسكنها الإنسان. المناطق الأخرى أيضا نفس الشيء، أن أحيانا الطبيعة هي تأثر على الحضارة. صح. أعطي مثال، لماذا مثلا في مناطق الشمالية أو الغربية وكردستان فيها المدن قد تكون نفس الاستمرار القديم، يعني المدينة تبقى نفسها حتى طبيعة السكن. حتى طبيعة تداول الطرقات طبيعة حتى طبيعة الجبال ما تتغير نهائيا. صح. لماذا وما تدخل الناس بي. لماذا يبقى السكن فيها؟ يعني أربيل نجدها مثلا نفسها من 6000 سنة السكن، دلائل السكن فيها، ولاحقا لماذا مثلا مدينة في الجنوب مثل أور تترك السكن؟ لأن في الشمال وفي المناطق الغربية أحيانا هذه المناطق عرضها صخرية فالنهر ما يتغير، بينما في الجنوب سهل رسوبي فدائما يتحرك، فحركة الناس تكون حسب التغير النهر لأن مرتبط بالماء. وفي الشمال مثلا في الكردستان يرتبط في جانب المطر، فما يهم أحيانا الماء لأن المطر متوفر. صح. فالزراعة ثابتة. عكس الجنوب يعتمد على مواسم تكون محسوبة، لازم يكون هناك ماء وهذا، لذلك حتى في تجد أحيانا الشخصية في العراق القديم الملاحم فيها أحيانا دماء وفيها عنف، أحيانا في بعض الحالات حتى الحملات العسكرية أحيانا تكون فيها عنف لأن الجو متقلب. صح. فيأذي الناس، يسوي فيضان، يموتهم، يأذي. أستاذ، بما أنه نتكلم عن الحضارة العراقية، يعني ومجرد ما نسمع حضارة عراقية تجي مقابلها كلمة زراعة. نعم. نلاحظ أن الحضارة العراقية سابقا كانت مهتمة جدا وبصورة جدا عالية وكبيرة بالزراعة. الى ماذا يعود السبب؟ يعني ليش ما اهتمت بالجانب السياسي اكثر او الجانب الفني اكثر؟ ليش اهتمت بالزراعه؟ لان اي جانب هو اقتصادي او سياسي يعتمد على الزراعه، والاستقرار في الزراعه استقرار في النظام السياسي. اليوم عندك محاصيل معناها تقدر انه انت تطعم جيوش، تطعم مدن، تتطور، يكون عندك نظام حياة مدنية متطورة، تقدر إذا مو بالحملات العسكرية من خلال المقايضة، يعني عندنا مناطق مثلا جبلية، أفغانستان، إيران، غيرها، كانت تحتاج حبوب مثلا. احنا في العراق نفتقد إلى المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة أو اللي نحتاجها، أو حتى الأسلحة مثلا، يعني فلذلك احنا نقايض الجلود واثرت اثرت بالدول المحيطه بها او بالحضارات المحيطه او بالالهات المحيطه بها، هم اثرت الزراعه العراقيه يعني؟ طبعا، وكانوا دائما مثلا الايلاميين كانوا يقدسون بعض الالهه العراقيه القديمه، وفي حملاتهم اخذوا انانه او عشتار إلى بلدهم واعتبروها شيء مقدس جدا، وبعدين الآشوريين استعادوها بحملة بعد مئات السنوات، أعادوا التمثال الإله. هذا يبين أنه المعتقدات الدينية أيضا، يعني العراق كان بلد مهم منذ القديم، أنه مكان مقدس، حتى الشعوب الأخرى تنظر لك مكان مقدس، وانعكس حتى على الأديان السماوية. حلو، جميل جدا. يعني اليوم احنا بنذكر يعني اسم العراق، يعني وهذا الشيء أثري بحد ذاته، هو تاريخ بحد ذاته. طيب لو أردنا نتكلم عن أهم الطقوس اللي كانت بالعصور القديمة، شنو الأشياء اللي كانوا يخلوها أشياء أساسية بالنسبة للزواج أو الارتباط؟ يعني كان أهم شيء أنه احنا نعتمد على النصوص الكتابية بهذا الخصوص. عندنا عقود وعندنا القوانين العراقية القديمة، كان لازم الزوجة يدفع لها مهر،
كان حتى بالسابق هم لازم مهر. مهر نعم. يعني وين ما كان لازم مهر. نعم هذا كنوع من الحفاظ على حقوق المرأة حتى لا تذهب ضحية، وأيضا يعطي قيمة للمرأة منذ ذلك الوقت. أكيد. حتى يشعر في قيمة المرأة يعني الرجل منذ ذلك الوقت. أو حتى مثلا في قانون حمورابي إذا كانت زوجته مريضة وتزوج على زوجته فلازم يبقى الزوجة يبقى يرعاها. نعم أستاذ نرجع لطبيعة ممارسة المعتقدات الدينية. طبعا ممارسة المعتقدات الدينية كل ديانة لها معتقدات خاصة بها تمارس بطرق خاصة، من أين كانوا يستمدون هذه الطرق؟ من أين كانوا يتعلموها؟ طبعا هي تأتي من خلال قلنا أنه من عصور ما قبل التاريخ تبدأ المعتقدات ترتبط مثلا بالظواهر الطبيعية. بمرور الوقت وتوسع إدراك البشر والتطور الحضاري تبدأ تتطور المعتقدات الدينية. يعني مثلا نجد في النصوص القديمة أنه ممارسات دينية مثلا صلوا الصلاة. الصلاة صح. في الأكدية أو تأتي بصيغ مختلفة من بينها هذه الصيغة، من بينها نيش قاتي رفع اليد للدعاء. هذه كانت لا تزال احنا عاداتنا موجودة. صح. احيانا حتى المعبد كان يرتبط بالجانب البيئي. أعطي مثال، اليوم احنا عندنا الصريفة في الجنوب في الأهوار كانت مرتبطة أيضا في العصور القديمة، تصور من عصر الوركاء أنه يعني هذا نفس الشكل اللي المبنية بالقصب. وجاءت في ملحمة الخليقة البابلية باسم قوصر، والقوصر لا يزال اسم في الجنوب إلى اليوم يطلق في الأهوار على هذه الصريفة. أعطي مثال، في ملحمة الخليقة البابلية الإينوما إليش قد ما ذكر أنه الخلق في البداية ما كان هناك فقط ماء، فمن وما كان هناك شيء، يذكر في اللوح الأول السطر السادس جيبار لا قصر صصا لا شيئو، لم يكن هناك مقام من القصب معقود إلى الآن. فإحنا هذه لا يزال إلى اليوم نفس المعتقد. طبعا تحول من الجانب المعتقدات الدينية وكمركز أحيانا إلى مركز عشائري، تبدلت الوظيفة تجتمع به العشائر مثلا لهذا أو للسكن أو غيرها. فبس بقى هو محور مركزي لا يزال موجود. المشاحيف نفسها استمرت إلى اليوم، وأحيانا شكلها يرتبط بسين إله القمر. حلو جميل. إله القمر سين أحيانا كان من المعتقدات اللي أذكرها أنه كان هناك شياطين سبعة أولاد آنو إله السماء، إيمين في السومري وسيبيتي في الأكادي السبعة. كانوا يخطفون إله القمر في الخسوف فيختفي، فالناس تهوج وتموج انه من اجل انه يعادوا يبقون صلوات. وهذا احنا كان عندنا معتقد تراثي، كان الناس ببغداد القديمه يقول يا حوته يا من حوته هدي قمرنا العالي، يعني يصورون انه حوت ابتلاء. نعم طبعا كنا نتمنى يكون عندنا وقت اكثر حتى نستمد من عندك هذه المعلومات القيمه بصراحه. طبعا شكرا لتواجدك ويانا مثنى الهنداوي. شكراً. باحث اثار قديمه، حياك الله، اتمنى لك نهار سعيد. انا اللي اشكركم واشكر قناتكم واهتمامها في هذه الحضاره، وهذا يدل على انه قناتكم متميزة في تسليطها على الجوانب الثقافية. شكرا لك، حياك الله. نعم طبعا مشاهدينا اليوم خلص وقتنا ببرنامجنا الصباحي نسمات زكروس، إن شاء الله يا رب كل الأشياء والأمور اللي قدمناها والفقرات، وأيضا كانوا ضيوف مميزين كانوا نالوا رضاكم واستحسانكم، بالتالي أتمنى لكم نهار سعيد يا رب. وأيضا نيابة عن كل الزملاء نشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم نهار سعيد. شكرا لك يا عزيز. شكرا لك يا رائدة، وشكرا أيضا لكل الزملاء ياسر وضرغام وهبة وميس. شكرا لكم مشاهدين الحسن المتابعة والأصغاء، أكيد نلتقي بكم يوم غدا في أمان الله. مع السلامة.